إذا كان لدى الإنسان مال. نعم. يقول إذا كان لدى الإنسان مال لا يكفي إلا للحج، فهل الأفضل له أن يحج أم أن يتصدق به للمحتاجين، علما بأنه حج حجة الإسلام؟ إذا كان هناك حاجة شديدة الصدقة أفضل، الصدقة على المحتاجين حاجة شديدة أفضل من الحج، أما إذا كان ما هناك حاجة شديدة الحج أفضل. نعم.